مشاهدينا الأفاضل، نعتذر فقط عن هذا الخلل التقني. إذا مشاهدينا نصل بكم إلى فقرة الصحة اللي ولفتها جيكم كل يوم أحد مع الدكتور عبد الرحمن محمدي، وحديثنا اليوم حول التوحد، التكفل الطبي والنفسي. دكتور صباح الخير ومرحبا بك معنا. صباح الخير دكتور، وشكرا على الاستضافة. اهلا وسهلا. اذا دكتور، اليوم تناولوا موضوع التوحد. الاكيد هي معاناه كبيره، سواء للطفل المصاب بالتوحد وحتى البالغ ولعائلته. ما هو التوحد؟ حبينا نفهمه فقط باش نبسطوا هذا المفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حبيت نهنئ الشعب الجزائري ونهنئ المنتخب الوطني ونهنئ أنفسنا بالتتويج بكأس العرب في كرة القدم. هنيئا للشعب الجزائري بهذا التتويج بطبيعة الحال. مش كل ما شافوش محمد سؤال تحصيل حاصل الجواب تاعو. دونك صح، كاين اللي ما يتفرجوش دكتور، يقول لك انا عندي ستريس ويخافوا، كاين حتى اللي لا. احنا كنا ننصحوا اللي عندهم ازمات قلبيه وامراض شغل مزمنه باش ما يتفرجوش على جهه هذاك الستريس الزائد والقلق والتوتر، باش ما يديرولناش مشاكل. باسكو شاهدنا بزاف وفيات في مباريات سابقه المنتخب الوطني للاسف. حتى الاطفال شفنا طفله يحبس قلبها، يعني امر مؤسف. نعاودوا التتويج، نعاودوا للتوحد اليوم العربي اليوم العالمي للغه العربيه. صحيح. لكن نعاودوا نقولوا التوحد باش نحكيوا على مفهوم التوحد اللي هو الاوتيزم كما نسميوه في الوسط الطبي. التوحد هو اضطراب عصبي، باش نعرفوا في البدايه بانه اضطراب عصبي نموي تاع النمو، دونك تابع لاضطرابات النمو لدى الطفل. يظهر عادة عند الطفل قبل سن 3 سنوات، لكن التشخيص تاعو للأسف هو المتأخر، هو اللي هو العناد تاع الآباء اللي عندهم هو اللي خلى التشخيصات تاعو ولا بريزون شارج أو القيام بالعلاج يكون متأخر. التكفل بالأطفال المرضى. كيفاش العناد دكتور؟ العناد هو أنه الأم والأب يجيبك الطفل تاعو ويقول لك لا عنده رطاب في الهضرة. ما همش فاهمين. فوالا، يقول لك ماهوش يهدر وعنده رطار في الهضره، وينفي تماما انه ممكن يكون مصاب بالتوحد لانه ما يعرفش الاعراض تاع التوحد. انا حبيت نسقسيك، كيفاش يعرف الاولياء، كيفاش نعرف بلي وليدي عنده توحد؟ فوالا، هذه اللي حبيت نوضحها من خلال هذا الموضوع، نبين لهم الفرق بين اعراض التوحد والاعراض تاعو، والفرق بين التاخر في اللغه او في الكلام. دونك التوحد باش نحكيو عليه لازم تكون عندنا اعراض معينه اللي تميزه هو عن غيره من الامراض العصبيه او العقليه او الروتار تاع النمو، تاخر النمو العقلي والذهني. التوحد عنده 3 محاور اساسيه من الاعراض اللي لازم نعرفوها. انه في البدايه او المحور الاول لازم تكون عندنا عند الطفل موجوده مشاكل في التواصل مع غيره، دونك مشاكل في التواصل الاجتماعي، هذا من الباب الاول. الثاني تكون عنده مشاكل في اللغه، يعني اللغه اللي تعلمها خلال السنتين الاولتين راح يفقد بعض الكلمات وينساهم ويولي ما يتكلمش بهم، ويولي عنده صعوبه في تكوين جمل وتكوين كلمات اللي يقدر يتواصل بها مع غيره. وفي الاخير يكون عنده اضطراب في السلوك. هذا دوك نوضحوه فيما ياتي. يعني العزله العزله. نعم. تقصدهم انت دكتور؟ نعم، ما يخالطش الاصدقاء تاعو حتى العائله. اكزاكتومون. دونك نعاودوا نرجعوا للمحور الاول اللي هو اضطراب في التواصل الاجتماعي. تيب الطفل ما يقدرش يتكلم معاك ويشوف فيك في عينه، عنده مشكل. من وقتاش تبدا الاعراض؟ واش من سن بالضبط؟ تبدا تقريبا بعد سنه ونصف الى سنتين، المهم قبل 3 سنوات، وتتفاقم مع مرور الوقت مع زياده في العمر او تقدم في السن. المشكل في التواصل مع غيره، يكون عنده مشكل او اضطراب في التواصل او الكوميونيكاسيون مع المحيط تاعو. لما تتكلم مع الطفل تاعك تصيبه باللي ما يقدرش يشوف فيك في عينيك، هكا كيما راني نتكلم معاك ونشوف في عينيك. ما يقدرش انه يستجيب للمنبهات، لما تناديه باسمه ما يسمعلكش، تناديه باسمه ما ينتبهش كامل، يعني كانه غير موجود وكانك انت غير موجود. تصيبه منطوي على نفسه، منعزل، ما يتكلمش مع غيره، ما يستجيبش للاوامر، غير مطيع تماما. يعني لما تتكلم معاه تنبهه يشوف فيك فقط، او يرمز لك بعينيه او يدير جاس فقط لما يحتاج. اكزاكتومون، راسو خشين هكا، ما يستجيبش تماما، يدير باك فقط، يستجيب لما انه يحتاج هو شيء.
يومي بعينيه ولا يشوفك ولا يسيد صح مثلا دكتور، حاجة. كنا تحدثنا مع أخصائية نفسانية جاتنا البارح، ماشي على موضوع التوحد، لكن تحدثنا على ربما ميزة من الأشخاص اللي ربما عندهم تقال في الفهامة. إذا وش قالت لنا؟ قالت لنا أنه هذا الأمر ما يتعلقش بالطفل، هذا مريض التوحد، المصاب الطفل المصاب بالتوحد ربما ما يتحكمش في هذه الحاجة، ماشي هو راسه خشن، نعم لكن بطبيعة الأمر الحال. عصبي يعني، لا هذا مرض، هذا خارج نطاق هذا تاعه يختلف يعني، تماما عن الحالة النفسية. أنت لا ماشي حالة نفسية باش يعني ما نعرفوا بلي يتحكمش رانا في فيها، حالة ماشي راسه التوحد. خشين. شكرا على السؤال أو على الملاحظة. هذا مرض، مرض التوحد هو مرض بحد ذاته، يعني لما نذكر في هذه المحاور ثلاثة يعني أو الطفل ما الأعراض يتعمدش، لازم تجتمع عند الطفل باش نكونوا في التشخيص تاع التوحد. لما تجتمع هذه الأعراض في ثلاثة، أنه يكون مشكل في التواصل مع غيره، مشكل في اللغة، ومشكل في السلوك، هذه اللي تخلي توجهنا نحو التوحد. لكن هذه الأمور هي خارج عن الإرادة تاعه بطبيعة الحال. الطفل أكيد ماهوش ما يستجبش بالإرادة تاعه، هو يسمع الكلام تاعك ويسمع فيك، لكن هو ما يستجبش ماشي بمحض ترجمة إرادته. الرسالة حتى نعود بالك مختلفة. دكتور إلى الأعراض، أغلب الدراسات تقول لك أن هناك تغير مفاجئ في السلوك، حيث يصبح الطفل عدواني ويصبح مصاب بطيف التوحد، يعاني من الصراخ، العض، العناد، وأيضا الحرمان. نعم بطبيعة الحال ملاحظة جيدة، أنه لما نسميه مرض اضطراب التوحد نسميه مرض اضطراب طيف التوحد، هو المصطلح الصحيح. هذا تدخل ضمن اضطرابات السلوك. اضطرابات السلوك تدخل في المحور الثالث اللي يسبق المشاكل في اللغة. لما ذكرنا أنه عنده مشاكل مع المحيط بتاعه في التواصل، نمر باب ثاني أنه عنده مشاكل في اللغة أيضا، تسيب أنه يفقد الكلمات ويولي ما يقدرش يكون جمل مفيدة أو مفهومة، وتصيبه يتمتم بكلمات غير مفهومة، واحيانا ما يقدرش يتواصل معك باللغه اللي تعلمها خلال السنتين الاولتين. المرور انه الاضطراب في السلوك ياتي فيما بعد. الاضطراب في السلوك حيخلي الطفل يدير اشياء تكون ما هي عدوانيه عاده، تصيبه يخبط في راسه على الحيط، تصيبه يبوجي في يديه وفي صبعته، تصيبه يمشي على اطراف الاصابع تاعو تاع الرجلين، تصيبه يدير في واحد لي موفمون يبقى يدور وحده في بلاصه. هذو السلوكيات اللي هي توجهنا نحو مرض التوحد. ومن بين السلوكيات اللي تكلمت عليها دكتور هو عدم الاضطراب البصري، انه المصاب بالتوحد لا يستطيع ان ينظر في العين مباشره. هل يعني عدم التواصل البصري ان الطفل مصاب بالتوحد؟ نعم الاضطراب او المشكل لانه ما يقدرش يتواصل معك في البصر، يكون عنده مشاكل في التواصل البصري، هذا ندرجوه ضمن مشاكل التواصل الاجتماعي في الباب الاول، يعني ما يقدرش يتكلم معك ويشوف فيك كما راني نتكلم معك ونشوف فيك. لما تتكلم معاه هو يدور ويروح، ينيوريك تماما، يتجاهلك تماما بغير الاراده تاعه بطبيعه الحال. لكن هذا اضطراب ثاني ايضا يوجهنا انه الطفل ممكن يكون مصاب بالتوحد. ايضا اذكرت نقطه مهمه، قلت التكرار. يعني من المعروف انه الاطفال المصابين بالتوحد بطيف التوحد دكتور كي يواسوا حاجه يقعدوا يعودوا فيها عده مرات، يعني بالك يصيب ريضه روضه، نعم. يصيب روضه يقعد غير يدور صحيح. فيها. هذه السلوكيات باش نفرقوا بينه وبين طفل اخر اللي تكون عنده عادات سيئه او مشاكل اخرى اور التوحد او من غير التوحد، خارج عن التوحد، لازم انه نشوفوا الطفل، نلاحظوا انه خلال مده كبيره يدير هذه السلوكيات ويكررها، دائما يكررها، تصيبو يرمش عينيه ويبقى يرمش فيهم على مدار العام، تصيبو يدور في بلاصتو، تصيبو يخبط في راسه، تولي له عاده، يخبط راسه على الحيط، يبقى يلعب يدي هكذا. هذو السلوكيات اللي يكررهم اشاك فوا ويعاود يريبيتيهم، ومن لما تنبهوا ليهم ماهوش حيسمع لك للتنبيهات الخارجيه، ناس تعيط باسمه. وحتى من بين السلوكيات اللي نصنفها انها خطيره انه يفقد الشعور بالخطر، يعني يمشي السياره تشكل في الطريق ما يخافش لا من السيارات ولا من حتى مصدر للخطر، لا من النار ولا من غيره، تصيبه يصدم وخلاص، دونك ما على بالش. هادو ايضا من السلوكيات اللي ممكن تشكل خطر على الطفل نفسه اذا ما كانش فيه مرافقه نفسيه ورعايه باش نصحوا ونسويوا سلوكيات التوحد. دكتور محمدي، هذا كان بالنسبه لتعريف التوحد ومستويات التوحد، اما الان تناولوا مشكله الاسباب. الاكيد انه هو مرض يتعلق بمجموعه من الاسباب سواء نفسيه وحتى عضويه. ما هي هذه الاسباب؟ نعم ان صح التعبير او حبيت ان نوجه كلمه انه السبب الى يومنا هذا غير معروف، سبب الاصابه بالتوحد، لكن هناك دراسات، هناك ابحاث تصب في انه هناك عوامل اللي ممكن هي تزيد من نسبه الاصابه بالتوحد او الاوتيزم عند الطفل الصغير. من بينها اول شيء هو العامل الوراثي،
العامل الوراثي، يعني وجد باحثون أن هناك الجينات الوراثية، بعض الجينات الوراثية ظهورها أو وجودها عند الطفل ممكن أنه يتسبب في ظهور توحد عند الطفل فيما بعد سن سنتين أو غيره. زواج الأقارب وهذيك عندهم علاقة؟ زواج الأقارب عنده يكون مسؤول عن الكثير من المشاكل الصحية تريزوميا ربما أيضا. عند الأطفال، من بينها ممكن أنه يكون توحد مشكل من بين هذه المشاكل. أيضا تأخر الزواج أو سن الوالد، يعني لما الأب بتاع الطفل يكون السن تاعه متقدم، الزواج زعما الأب في سن الأربعين أو بعد سن الأربعين، هناك نسبة 6 مقارنة. يعني هذه معلومة زايدة. جديدة دكتور، نعم، ما هو هو السبب؟ سن الوالد، هناك أبحاث ودراسات نشرتها سابقا فيما سبق تأكد أنه سن الوالد يلعب دور كبير في الإصابة. يعني وجدوا أنه من بين كل 7 أشخاص 6 مسنين، يعني متقدمين في السن، قاربوا 40 سنة، من بين كل 6 أشخاص عندهم أولادهم واحد فيهم مصاب هذا عنده بالتوحد. علاقة بالخصوبة عند الرجال؟ يعني تبقى لحد الآن الأسباب أسباب مجهولة. مجهولة، لكن من الأفضل أنه نأخذ هذا المشكل بعين الاعتبار، الإنسان يتزوج في سن مسبق على سن 40 سنة حتى يتفادى هذا المشكل الصحي أو أيضا كثير من المشاكل الأخرى. تغير يعني نمط المعيش تاع الناس وأيضا التغير المناخي، التلوث هل له علاقة؟ جيد جدا، أنه من بين الأسباب أيضا العوامل البيئية كما نسميوها، لي فاكتور تاع لونفيرونمون، العوامل البيئية تدخل من بينها النظام الغذائي، النظام الغذائي تاع الآباء تاع الأم لما تكون حامل، وحتى النظام الغذائي تاع الطفل ليكون خالي من بعض المغذيات اللي تزيد في التنبيه والتركيز، يكون خالي من المغذيات التي تحتوي على معدن السيلينيوم وعلى الأوميغا 3. هذو لاسيت فوليك أيضا. اكزاكتومون، لاسيت فوليك باش ننبه نمدوه للأمهات لما يكونوا حاملين باش نتفادوا المشاكل العصبية اللي تظهر عند الطفل فيما عند بعد. طفل هذوما من العوامل البيئيه. وهناك بعض الدراسات والبحوث اللي راهي قائمه لحد الان لكن ماهيش كونفيرمي، تتوجه او تصب في انه ممكن يكون ناتج عن اصابه فيروسيه. نعم دكتور، ايضا نشوف انه هناك تخوف كبير من قبل الاولياء فيما يتعلق بصحه اولادهم العقليه والذهنيه. ان انفون اوتيست، طفل مصاب بالتوحد، هو معاناه، وحقيقه هو معاناه يتطلب رعايه خاصه، يتطلب اجواء في المنزل وحتى في المدرسه، في ريال يجب انها تكون مهيئه، والمرافقه ايضا النفسيه والطبيه لازم تكون في المراحل الاولى لاكتشاف هذا المرض. لكن دكتور، انا سؤالي هو في حاله ما اذا تاخرت الاعراض وتم اكتشاف اصابه بالتوحد في مراحل متقدمه، يعني في مرحله المراهقه. في كل ما كان اكتشاف المرض عند الطفل او تشخيصه بشكل مبكر، كل ما هي اكيد حيبقى، لكن كل ما كان يعني تعديل دكتور اسمح لي، السلوك كاين يقول لك انا عندي وليدي عنده ادوليسونس تاعو شويه صعيبه، شويه صعيبه، اسكو واغلبهم في الدراسات اللي شفناهم انهم يقول لك انه حتى هذيك المراهقه صعيبه كان عندها علاقه بالتوحد. نعم، هذا صحيح؟ مرض التوحد، يعني نشوفهم في عزله، نشوفهم في نعم، كآبه. اضطرابات السلوك اللي صحيح. تكون عند مرضى التوحد من صغرهم ممكن ترافقهم خلال الكبر تاعهم الى غايه سنوات متاخره، حتى يتقدموا في السن تبقى عندهم مشاكل يديفلوبيون، حتى دي بسيكوز، حتى مشاكل او امراض نفسيه عقليه يديفلوبيهم فيما ياتي. ومنه كان التشخيص المبكر ذو اهميه، لما نشخصوا المرض مبكر حتكون عندنا مرافقه نفسيه وتعديل لسلوك الطفل، راح يخلي ان الطفل يندمج في المجتمع، وراح يخليه يكون يتفادى هذا السيكل او المشاكل اللي حتبقى له، وراح تخليه مينيميزي ماكسيموم نقصه من هالاثار او السلوكيات العدوانيه او الاضطرابات النفسيه والعقليه اللي تكون عند الطفل. طيب الام في البيت دكتور، نعرفوا كامل الدراري قباح، كامل الدراري راسهم خشين، ايضا ما زاد ربما من تفاقم الوضع هو تعرض الاطفال للشاشات المختلفه، ما ينتج عنه هو يعني تطوير صحيح. سلوك طيف التوحد، ماشي وأيضا التوحد، الالعاب، الالعاب الالكترونيه، تطوير سلوك طيف، يعني السلوك وليس هذه الامور التوحد. تفاقم من مرض التوحد التوحد لكن الام في هذه الحاله كيفاش تفرق، كيفاش تعرف، كيفاش، ما هي المنبهات يعني اللي
تخلي الام تفيق ان وليدها ربما عنده مرض طيف التوحد دكتور؟ ولا هي من خلال الاعراض اللي سبق ذكرناها انه الام حتلاحظ الطفل تاعها يولي عدواني، يولي ما يسمع لهاش الهضره، يولي يدير امور يسي، يولي انطوائي ينعزل نفسه، يولي ما يخالطش الناس، ما يلعبش مع لي زونفون، يولي ما يستجبش الاوامر تاعها، ويولي عنده صعوبات يفقد الكلمات تاع اللغه اللي تعلمها. هنا تخمم انه راهو مريض مرض واحد، تديه ديراكتومون للكونسلتاسيون، تديها طبيب مختص بيدو بسيكياتر، هو راح يبوزي دياغنوستيك ويحط التشخيص باش تكون الرعايه تاعو والتكفل تاعو يكون مبكر، باش نسرعوا في الاندماج تاعو للمجتمع. حتى في المدرسه لازم له رعايه خاصه نفسيه ومرافقه نفسيه ايضا، وهناك مراكز لرعايه تاع مرضى التوحد لتعاونهم باش يندمجوا في المجتمع، وهناك علاج دوائي يقدمه الطبيب. وبذكرك العلاج الدوائي يقول لك المثل اذا علم السبب بطل العجب. اذا دكتور نتكلموا على العلاج، الاكيد بما انه هناك غموض حول الاسباب الحقيقيه للتوحد، باختصار دكتور نتكلموا على العلاجات نظرا للوقت. نعم، العلاجات هناك ناس يغلطوا او امهات اللي يديو اولادهم للناس او شيوخ ولك نرقيلو وندلو كامل وتخلي دير روتار للعلاج تاع الطفل تاعها للاسف. لكن لما تلاحظ العلامات هذه تظهر عليه من الافضل انه تديها عن طبيب، لانه راح يقدم له علاج دوائي ويقدم له مكملات غذائيه باز دو سيلينيوم والاوميغا 3 باش يقدر مكملات فوالا مكملات غذائيه هذو باش تزيد في التنبيه تاعو والتركيز تاعو، بالاضافه الى الادويه اللي حتكون عندها تاثيرات على المشكل العصبي اللي عنده. ادويه باش نذكرها لهنا لانها تساهم في التداوي الذاتي، لكن الطبيب هو المخول الوحيد في تقديمها للمريض. ايضا راح يوجهها نحو مختص نفسي باش يكون عنده مرافقه نفسيه باش يعدل السلوك تاعو، وراح يدربها هي كأم وهي والاب ايضا باش هما في لانه الوقت اللي يقضيه معاهم الطفل اكثر من اللي يقضيه في المركز الرعايه، دونك هما لازم يدربوا ايضا باش يرافقوه في المنزل ويعدلوا السلوك تاعو ويعرفوا يتعاملوا مع الطفل المصاب بتوحد، وايضا في الاخير يبعثوا عند الاورتوفونيست باش يصحح نموي المهارات نطق. اذا دكتور هناك امل بالنسبه للاولياء والاطفال المصابين بالتوحد؟ بطبيعه الحال هناك امل، لانه ما كاش داء خلق ربي ما عندوش دواء. الطفل المصاب بالتوحد يعني الامل يبقى دائما موجود دكتور محمدي فيما يتعلق بالتوحد؟ يزيد الامل لما يزيد الاكتشاف تاع التشخيص يكون مبكر. صحيح، شكرا جزيلا لك دكتور محمدي عبد الرحمن محمدي على كل هذه المعلومات اللي عودنا بها كل يوم احد قدم لنا موضوع معين. شكرا.